السلام عليكم يا متابعيني الحلوين. هاليوم سويت لكم وصفة الكيكة المشربة بالشوكولاتة ومغلفة أيضا بصلصة الشوكولاتة، طريقة جدا سهلة وبسيطة وبالخلاط. كلها يعني الكيكة خلطتها بالخلاط هي والصلصة. قبل ما أبدي بالفيديو أتمنى أن تشاركون الفيديو مع الأهل والأصدقاء، واللي ما مشترك بالقناة أتمنى أن يشترك ويفعل الجرس، ولا تنسوني باللايك. لتحضير وصفتنا أخلي أول شيء كوب واحد من الزيت، نفس الكوب اللي أستخدمه، يعني راح أستخدم نفس الكوب بقياس المواد الجافة والسائلة. أفضل كوب واحد من الزيت، كوب واحد من الحليب، كوب وربع من السكر، 3 معالق طعام من الكاكاو الباودر السادة مملوءة، تكون المعالق أفضل، ملعقة كوب واحدة من النسكافيه، وأخلطهم بالخلاط. بعد ما انتهيت من خفق الحليب والزبدة، الحليب والزيت، راح أرفع من هذه الصلصة شيء القليل، تقريبا 3/4 كوب من هذه الصلصة راح أفرغها بشي كوب وأتركها على جهة. أترك هذه بالثلاجة وأستمر بتحضير الكيكة. أضيف البيض، 3 بيضات، ملعقة طعام واحدة من الفانيليا الباودر أو سكر الفانيليا، وأرجع أخفقهم سوية. بعدها راح أضيف نصف الطحين اللي عندي، قلنا كوب و3/4 الكوب من الطحين، أضيف نصف الكمية، شوفوا، وأخلطها. أضيف ملعقة كوب واحدة من البيكنج باودر، رشة من الملح، يعني قطرات من الملح، وأضيف باقي الطحين وأستمر بعجنها. انتهيت من عجن الكيكة، عندي هذا البايركس دهنته بالزيت، راح افرغ يعني عجينة الكيكة بالقالب وادخلها للفرن درجة حرارة الفرن 170 فوق وتحت، واخلي الكيكة بالوسط. بعد ما شاويتها ريحة الكيكة فظيعة من هذا النسكافيه اللي خليته بيها، سوي ريحتها تجنن. مثل ما قلت لكم درجة حرارة الفرن 170، راح أدخلها للفرن فوق وتحت الفرن وأخلي الكيكة بالوسط وأخليها 40 دقيقة إلى أن ما تصير، وأرجع لكم. بعد ما استوت الكيكة وطلعتها من الفرن وهي ساخنة راح أثقبها، وبعدها أجيب هذه الصلصة الشوكولاتة اللي تركتها على جهة وأفرغها فوق الكيكة وأوزعها عليها. وأتركها تبرد تماما وبعدها أقدمها. بعد ما بردت الكيكة راح أقسمها، أقطعها الأحجام أو الأشكال اللي حسب ما تريدون وأقدمها. فهي هذه كانت وصفتي لهذا اليوم، أتمنى تعجبكم الوصفة وتجربوها، وألف عافية مقدما، وأترككم بأمان الله إلى أن نلتقي في فيديو آخر، وشكرا جزيلا للمشاهدة.